نطبق القانون عندنا في الكويت. وقد هان الجموع الاضطهادي ورأس الحر يعلو في سادي، أيسكن من هوى وطنا بصدق ويفديها. دعوتك في سجودي، إليك الأمر يا كل اعتمادي. فإذا بهؤلاء النواب يبيعون الشعب الكويتي ليقبضوا على ظهري. القانون هذا كيف يطبق عندنا في الكويت؟ كيف؟ الفساد بأنواعه غير مقبول، ولكن فساد يتعلق بنواب الأمة هذه مصيبة كبيرة، لأن هذا مركز التشريع والمراقبة. فإذا كان النائب يرتشي فمعنى ذلك أن ليس هناك تشريع وليس هناك مراقبة. أضف إلى ذلك أن النائب من هالنوعية مثل ما قبل على نفسه أن يأخذ مبلغ 2-3 ملايين، ما هو الضمان أن تيجي دولة أجنبية وتقدم له بدال 1 مليون 5 مليون ويكون خائن للبلد؟ لما جاء الحكم درجة أولى ارتحنا، اطمأنينا أن خلاص أن فعلا أن هذا حق ولا هو باطل، أن هم يستاهلون البراءة. بعدين تغير الحكم، وفي لحظة تغير الحكم إلى الحين احنا مستوعبين كأنه كابوس، يعني ما احنا مرتاحين أبدا، بس احنا فخورين فيهم جدا. شباب حر ما يرضى بالظلم ولا يرضى بالخطأ بكل أنواعه. الحكم كان قاسي، يعني 5 سنوات ونص. التهمة شنو؟ حب الوطن؟